من في رأيك في الوقت الحالي هم يعني مش هقول لك أفضل حارس مرمى في العالم، ولكن أقول لك أفضل ثلاث حراس مرمى في العالم في الوقت الحالي؟ Usually it's easier for me to say that من السهل أن أقول some names that بعض الأسماء التي لعبت معي يا كأوبلاك إيدرسون، ولكن أعتقد أن في هذه اللحظة سأقول أليسون بيكر من ليفربول أدى أداء رائعا في الفترة الماضية، وبالنسبة لي التاريخ سيذكره وسيذكر أفضل اللحظات التي فعلها مع وأيضا تيرشتيجن في برشلونة، دوناروما من باريس سان جيرمان. الأسماء التي أذكرها الآن هي في أعلى مستوى لها على ما أظن.